السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الفطائر هادو اللي كيجيو لذاد بطريقه سهله ومبسطه، يعني كتحضروا بسرعه، مكوناتهم جد اقتصاديه. بلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا معايا الفيديو، لكن قبل ما كرهتش كلكم تحطوا لي تعليقات ديالكم، كذلك ديروا لايك للفيديو. شكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم اللي يخطيكم. نخليكم دابا تشوفوا معايا الفيديو، فرجه ممتعه. اول حاجه غادي نبداو بها هي العجين. بالنسبه للعجين عندي 900 غرام ديال الدقيق. انا بغيت نصايب 3 ديال الفطائر. نتوما ممكن ديروا يعني الكميه اللي بغيتو، ممكن تقسموا هذه الكميه على جوج. غادي نحتاج معها واحد خماره فيها 8 غرام، غادي نحتاج معها معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه كبيره ديال الملحه، واحد 6 معالق كبار ديال الزيت، وغادي نحتاج مدافي باش غادي نجمع العجينه. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاج. ندوزو على بركه الله في طريقه التحضير. غادي نضيف الخماره للدقيق، الملحه، خميره الخبز، نسيت ما ذكرتش ليكم معلقه كبيره ديال السكر سنيده. صافي، وغادي نضيف 6 معالق كبار ديال الزيت، وغادي نجمع بالماء العجينه. غادي ندلكها مزيان. صافي البنات، العجينه ديالي راه دلكات. هانتوما شوفوا كيفاش جاتكم، شفتوا؟ ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه. دابا غادي نغطيها، نخليها تخمر يضاعف الحجم ديالها، وندوز نوجد الحشوه مباشره. دابا غادي ندوز الحشوه ما شاء الله بعدا العافيه. العافيه تكون متوسطه. غادي ندير، انا درت بصله، غنزيد عليها شويه ديال الزيت، غادي نزيد شويه ديال الملحه، انا كيف قلت لكم البنات دايره كميه كثيره، ممكن ديروا فقط نصف المكونات باش تشوفوا دايره العجينه بزاف، حيت بغيت نعطي الدراري غادي ما غاديش يفطروا في الدار، غادي يفطروا في واحد السونتر كيضربوا فيه وداكشي. المهم صيفط لهم هكا، بغاو يديروا فطور جماعي. ايوا قلت نصاب لهم هاد الفطائر، هما اللي غادي يكونوا مزيانين حيت فيهم كميه كثيره، ودغيا كيوجدوا ما غاديش ياخذوا ليا الوقت. هنا عندي الدجاج، عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال الدجاج اللي طحنته بحال هكا، كان جامد وطحنته كيجي بحال مفرتت، فهمت؟ ما تيجيش مطحون كفته، كيجي بحال مقطع طريفات صغيورين. هما انا درت الصدر ديال الدجاج. نتوما ممكن ديروا كفته، ممكن ديروا كفته ديال الدجاج، المهم اللي متوفر عندكم ديال البقري اولا ديال الدجاج اولا بحال هكا الصدر ديال الدجاج اولا لادانك، المهم اللي متوفر عندكم ديروه. غادي نزيد عليه واحد الضويمه ديال الثومه. غادي نزيد شويه ديال صوص الصوجا اختياري، وكاين كيعطي مذاق زوين. شويه ديال الهريسه حتى هي اختياريه. عندي هنا فلفله الوان، عندي حمراء وخضراء. عندي هنا كيفاش كنحتفظ بها الا كانت عندي كميه كثيره، كان عندي شويه باقي في المجمد، يعني كنقطع طريفات صغار وكندير في المجمد، كان عندي شويه حتى هو بالضبط. بالنسبه للتوابل غادي ندير التوابل الخاصين بالشاورما، الا ما عندكمش ممكن ديروا اي نوع ديال التوابل. انا صراحه فاش كناخذها ما كنمشي كنديرها غير في الشاورما، يعني كنديرها في بزاف الفطائر كتجي بنينه. ندير تقريبا واحد المعلقه كبيره
غادي نزيد شويه ديال الاعشاب المسيمه. ممكن ما ديروهمش، ديروا غير عزبر ومعدنوس. غادي نزيد معلقه كبيره ديال مركز الطماطم. صافي تقريبا درت جميع المكونات، دابا غادي نخلط مزيان ونشحر فيها حتى كطيب. عليا جوج المثلث غادي نديرو حتى الاخير. صافي دابا راه الحشوه ديالي طابت، غادي طفيت عليها. غادي نزيد ربعة القطع ديال الجبن المثلث، ممكن ديروا جبن الساندويتش، ممكن ديروا داك الجبن اللي كيكون في السطيلات، ديروا واحد جوج معالق كبار، المهم اللي بغيتو نتوما. انا عندي غير هذا متوفر غادي نديرو. صافي غادي نخلط حتى كيذوب هذا الفرماج، يذوب مع الحشوه غير بالسخونيه، راه طافيه البوطه. شوف صافي البنات، دابا العجينه ديالي راه خمرات، ضاعف الحجم ديالها. شوفوا وغادي نخويها من هذاك البرد. وكل كره غادي نقسمها على جوج، وحده تكون صغيره شويه وواحده كبر منها، ماشي بزاف غير شويه. صافي غادي نشكلهم كرات مزيان، كل فطيره غادي يكونوا فيها جوج ديال الكرات ديال العجين. دابا غادي نبدا على بركه الله، غادي نخلي هادو على جنب. غادي ناخذ اول كره بديت بها، وغادي نسرحها تكون رقيقه ما نخليوهاش غليظه. صافي كنخليوها تخمر غير المره الاولى. صافي هنا سرحت العجينه ديالي كيف كتشوفوا. هنا خديت مقله دهنتها بالزيت وغادي نحط فيها العجين. بسم الله نحاول العجينه يعني تكون قبل كبر من المقله شويه. غادي نوقفها بحال هكا. بالنسبه للحشوه اللي عندي غادي نقسمها على ثلاثه، حيت غادي ندير ثلاثه ديال الفطائر يكونوا في نفس الحجم. صافي غادي نوزع الحشوه بحال هكا على الفطيره كامله بشكل متساوي. ممكن ديروا جبن ساندويتش من الفوق، ممكن انا غادي نخليها بحال هكا. بالنسبه للحشوه ضروري تكون بارده. دابا غادي ناخذ الكره الصغيره وغادي نسرحها حتى هي.
صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. غير واحد الملاحظه، ممكن انكم ديروهم صغيورين، ممكن ديروهم بحال هكا كبار، هكا كبار كتهناو في مره واحده. ممكن نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم. غادي نقطع لكم وحده وتشوفوها كيف كيجي. بالنسبه للبصله مقرمشه هي راه كتحمر وكتزقر من الكثر، هانتوما كيفاش كيجي، كيجيو بنان البنات. بغيتو ديروهم هكا ديروهم، بغيتو تخليوهم عاديين خليوهم عاديين. غادي نسد معكم هذا الفيديو وغادي نخلي لكم في الاخر كيفاش جاوا من الداخل، ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد وصفات جديده باذن الله.